السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي الأعزاء متابعي قناة عالم رياض لطيور الزينة. هذه القناة التي نتواصل من خلالها معكم حتى نناقش جميع المواضيع ونطرح التساؤلات التي تهم وتفيد صحة طيورنا الجميلة والعزيزة علينا، وحتى نوفر لها كل ما تحتاجه حتى تحيا حياة جيدة وسليمة. وحتى لا أطيل عليكم، قررت أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو فاكهة تكون غنية بعنصر الماء بكميات مهمة، بالإضافة إلى الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية التي تحتاج لها طيورنا في هذه الفترة التي تتميز بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث تعرف هذه الفترة تقلبات مناخية ما بين الحرارة والبرودة، كما أنها تصادفت أيضا مع مرحلة غيار الريش التي ترهق الطيور. لذا اخترت أن يكون ضيف حلقتنا هو فاكهة العنب الذي له ما له من قيمة غذائية فريدة من نوعها، حيث استحق لقبه الشهير المعروف بالغذاء الخارق. هو من الفصيلة الكرمية ونتاج لشجرة الكرم، وهو تمر ناعم القشرة وتظهر ثمره على شكل عناقيد، ويحتوي على عدة أنواع وألوان مختلفة، حيث نجد الأسود والأبيض والأصفر والأحمر البنفسجي والأخضر. وهو فاكهة تغذى عليها الإنسان والحيوان منذ القدم لأنه كان يعرف قيمتها الغذائية، وفي عصرنا الحالي أصبح مربي طيور الزينة يقدمونه لطيورهم حتى تستفيد هي بدورها من فوائده، مثل مثيلاتها من الطيور في الطبيعة. لذا سنمر مباشرة لنتعرف على مكوناته وفوائده ودواعي استعماله وطرق تقديمه للطيور. لكن أولا وقبل كل شيء، المرجو منكم أعزائي الكرام الإكثار من زر الدعم والإعجاب حتى تستمر قناتنا، لأننا نعمل جاهدين على إرضائكم والإجابة على كل أسئلتكم وتقديم كل ما هو جديد بشكل علمي ومفصل. فعلى بركة الله، وأول شيء سنبدأ به حلقتنا هو مكونات العنب، حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين B3 وB5 وB6 وفيتامين C وفيتامين D وفيتامين E. كما يحتوي على نسب مهمة من الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الحديد، الزنك، والمغنيسيوم، والفوسفور، والمنغنيز، والنحاس، والسيلينيوم، وأخيرا الفلور، بالإضافة إلى نسب جد مرتفعة من السكر. لذا فهو يزيد الوزن، وبالتالي وجب عدم الإكثار منه، دون أن ننسى كونه يحتوي على ما مقداره 80% من الماء، فهو مفيد خاصة في فصل الصيف والأيام الحارة. كما نجده يتوفر أيضا على مادة البيتا كاروتين المهمة جدا، وكذلك احتوائه على البروتينات والألياف الغذائية ودهون مشبعة وغير مشبعة، وذلك بنسب قليلة جدا، والكربوهيدرات، زائد احتوائه على مضادات الأكسدة بنسب جد جيدة. ثم نمر لنتعرف على فوائده ودواعي استعماله. وأول فوائده كونه يعمل على ترطيب جلد وريش الطائر ونموه بشكل صحي وسليم، كما يعمل على تصفية الأوعية الدموية ويحمي من ضغط الدم وزيادة صحة القلب وتنشيط عمل الكبد وحمايته من الأمراض، كما يصفي حنجرات الطائر ويزيد من مقاومة جسم الطائر للأمراض والرفع من مناعته.
زد على ذلك كونه يعمل على تجديد الخلايا الميتة وبنائها وترميم الأنسجة التالفة، كما يعمل أيضا على معالجة الإمساك وسوء الهضم والمحافظة على صحة البصر ومضاد للتشحيم. دون أن ننسى أن قشور العنب تحتوي على مادة مهمة يطلق عليها اسم روزفيراتور، وهي مهمة لمنع تكون السرطانات والأورام الخبيثة، كما أنه منشط لذاكرة الطائر خاصة الذاكرة اللفظية للطيور سواء المتكلمة كالببغاوات أو المغردة كالحسون والكناري وغيرها، لذا ينصح بتقديمه لها وعدم حرمانها منه. ثم نمر إلى طريقة التقديم، حيث يمكننا أن نأخذ كمية مناسبة لعدد الطيور، وأفضل كمية لكل زوج هي من 6 إلى 8 حبات، وذلك لتجنب الإسهال. ثم نقوم بغسلها جيدا ونقطع كل حبة إلى نصفين، ثم نزيل البذور من العنب، ثم نقدمه للطيور إما في صحن صغير أو المعلفية، وذلك مرة في الأسبوع إلى مرتين بكميات معقولة. كما يمكن استعمال أوراق العنب وذلك بغليها في الماء لمدة 15 دقيقة، ثم نتركها لتبرد ونصفيها ونقدم المحلول المتحصل عليه في المشربية للطيور، وذلك حتى تستفيد من عناصره الغذائية والعلاجية لأقصى درجة. كما يمكن تقطعه إلى قطع صغيرة ومزجه مع خلطات الخضر والفواكه والبذور المستنبتة. كما يمكن أيضا تقديمه للطيور على شكله الطبيعي كما في الصورة من مرة إلى مرتين في الأسبوع، لكن مع ضرورة غسله جيدا بالماء تفاديا لانتقال الجراثيم والبكتيريا للطيور. بالإضافة إلى كل ذلك، هناك من يقوم بتجفيف قشور العنب وسحقها وتقديمها مع الخلطات كالباطي والبيض المسلوق المبشور، وذلك بوضع ملعقة صغيرة في مشربية من حجم 50 ملي، وذلك من مرة إلى مرتين في الأسبوع. وإلى هنا أعزائي الكرام، نكون قد انتهينا من هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن فوائد العنب ومكوناته وطرق تقديمه للطيور، مع ذكر دواعي استعماله. فعلى أمل أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم واستطعت تقريب الصورة لكم. أتمنى في النهاية أن تساعدوني أصدقائي الأعزاء بالدعم والتفاعل والإكثار من زر الإعجاب والاشتراك بالنسبة للمشاهدين الجدد، وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد قناتنا. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع موضوع جديد، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا كثيرا لكم.